مظاهرات شعبية غاضبة في العراق والسلطات الأمنية تواجهها بالرصاص الحي. رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يتهم من أسماهم المعتدين غير السلميين بالتسبب عمدا في سقوط ضحايا، وعراقيون يتضامنون مع إقالة قائد قوات مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي. ما هي المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون؟ وهل كان لاستبعاد الساعدي دور في خروجها؟ وهل كان لجهات خارجية دور في ذلك؟ وما الهدف من تنحيته؟ في استوديو التاسعة مع علاء الصالح. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من استوديو التاسعة، حديثنا فيها عراقي مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي نظير الكندوري. نبدأ معه الحوار والنقاش بعد متابعة هذا التقرير، تفضلوا. وسط بغداد وتحديدا من ساحة التحرير، آلاف من العراقيين يتظاهرون مطالبين الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير الوظائف للعاطلين والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري بدوائر الدولة ومؤسساتها. الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب واجهت المتظاهرين بخراطيم المياه الساخن والغاز المدمع والرصاص الحي لتفريقهم من أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى الحكومة الاتحادية، ما أدى إلى إصابة العشرات من المحتجين بجروح. القوة المفرطة من قبل قوات الأمن أسفرت عن مقتل 2 من المتظاهرين وسقوط 200 جريح من المدنيين، فيما جرح 40 آخرون من القوات الأمنية. وهنا وجهت خلية الإعلام الحكومي في بيان لها اتهامات إلى من وصفتهم بمجموعة من مثير الشغب بالقيام بهذه الأعمال التي أدت لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية. رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي أعلن فتح تحقيق فوري حول سقوط ضحايا من المتظاهرين، واتهم عبد المهدي من أسماهم المعتدين غير السلميين بالتسبب عمدا في سقوط ضحايا من المتظاهرين ومن القوات الأمنية. أضاف أيضا أن هؤلاء المعتدين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون وتهدد النظام العام والسلم الأهلي، وذكر أن حكومته لا تفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم السلمي وبين الشرطة التي تؤدي واجب حفظ الأمن. لكن ناشطين رأوا أن اتهامات عادل عبد المهدي لجهات مدسوسة في إثارة الفوضى أمر غير مقبول، وأنه يتحمل كافة المسؤولية حول الذي جرى بالأمس، وأشاروا إلى أن هذه التظاهرات هي لمواطنين عراقيين فقط وخالية من أي تدخل حزبي أو تيار إسلامي، وتمثل انعكاسا لغضب الشارع العراقي من سوء إدارة ملفات الحكومة. وتأتي التظاهرات التي انطلقت في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وذقار وفي مدن أخرى بعد أيام من التحشيد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حالة الغضب الشعبي ضد تجميد مهام رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وإحالته إلى وزارة الدفاع بأمر من رئيس الحكومة. التفسيرات تباينت حول دوافع نقل الساعدي، ورأى البعض أن وراءها أجندات خارجية، وهناك من أشار إلى دور إيراني في أمر النقل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول حكومي عراقي أن قياديين لفصيلين في الحشد الشعبي مارسا ضغوطا لتنحية الساعدي. وأضاف المسؤول للوكالة أن الفكرة الأساسية هي بإبعاد الساعدي والمجيء بشخصية مقربة من إيران. وبدوره رد الساعدي غاضبا أنه يفضل السجن على أن يعاقب بهذه الطريقة ويتم نقله إلى دائرة الإمارة في وزارة الدفاع. وانتقد موافقة رئيس الوزراء العراقي على القرار، وقال في تصريح لوسائل إعلام محلية إن عادل عبد المهدي أبلغه في اتصال هاتفي أنه وافق على قرار النقل رغم عدم علمه بالأسباب التي دعت إلى ذلك. عسكريون عراقيون يؤكدون أن نقل الضباط الكبار إلى دائرة الإمارة تعني عمليا معاقبتهم أو إبعادهم والاستغناء عن خدماتهم،
وقد أشار الساعدي إلى ذلك حين أعلن عن تفضيله السجن أو الإحالة إلى التقاعد على قرار النقل إلى دائرة الإمرة. فمن كان وراء إهانة الساعدي بهذه الطريقة؟ وهل يتراجع عبد المهدي؟ تكتب فمن كان وراء إهانة الساعدي بهذه الطريقة؟ وهل يتراجع عبد المهدي عن ذلك القرار؟ وماذا عن الاحتجاجات؟ هل تستجيب الحكومة لمطالب الشعب قبل رفع المتظاهرين سقف مطالبهم للإصرار على إسقاطها؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبضيفنا الكاتب والمحلل السياسي العراقي نظير الكندوري. أستاذ نظير، تفجرت من جديد التظاهرات، الشارع العراقي يغلي لليوم الثاني على التوالي، التظاهرات تمتد إلى محافظات عدة، نحو 6 محافظات أو أكثر، قتلى نحو 4 قتلى، إعلان حالة التأهب القصوى من قبل وزارة الدفاع، تعطيل لمواقع التواصل الاجتماعي، ما الذي يجري في العراق؟ مساء الخير لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة ربما يعني البعض من المراقبين سواء العرب أو من غير العراقيين يتفاجأ بهذا الانفجار السريع والتطور الملفت، يعني لم تمضي 48 ساعة إلا وانتقلت التظاهرات إلى مراحل متصاعدة بحيث وصلت إلى مرحلة يعني شلل الدولة الآن. ولكن حقيقة الأمر لم يأتي بشكل مفاجئ، إنما هذا الغليان كان مستمرا طيلة الفترة السابقة وترافقت مع 3 حوادث يعني في هذه الفترة حدثت، هي التي أججت وأعطت زخم لهذه التظاهرات. كانت أولها هي الحملة التي قامت بها الحكومة لإزالة المساكن العشوائية والمحلات والباعة العشوائيين ويعني غلق أسباب رزقهم، وكذلك الطريقة الهمجية التي اتبعتها القوات الحكومية مع المتظاهرين من أصحاب الشهادات العليا التي تركت يعني أثر وانطباع عند الشعب العراقي سيء للغاية، أنهم يتعاملون مع هذه الشريحة بهذه الطريقة المهينة. وتبقى الحادثة الثالثة هي التي كان لها تأثير كبير، هي إقالة اللواء الركن أو الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من كقائد لجهاز مكافحة الإرهاب إلى يعني منصب مكتبي في وزارة الدفاع. هذه كلها أججت بحيث أن مواقع التواصل أصبحت هي التي يعني يتم استخدامها لعقد الموعد، ويضربون موعد محدد لانطلاق هذه التظاهرات ضد الحكومة. بل الآن تطورت المظاهرات ليست ضد الحكومة، إنما ضد هذا السيستم، ضد النظام الذي يسيطر في العراق. بالفعل هناك هتافات الشعب يريد إسقاط النظام. سأسألك عن أسباب هذه الهتافات وهذه المظاهرات، وهي ليست الأولى من نوعها، قبل نحو عام أيضا تفجرت بقوة التظاهرات، لكن اليوم ردة فعل القوات الأمنية كانت دموية للغاية ووحشية، وهناك قتلى. يعني التعامل أمس وحتى اليوم مع المتظاهرين كان بالرصاص الحي. نعم، أنا أقول لك أن الشعب العراقي لم يهدأ طيلة السنوات السابقة التي يعني جاء الاحتلال بهذه السلطة على يعني فوق رؤوسهم، لم يهدأ له بال، وكان دائما في حراك ضد هذا النظام السياسي. لكن كانت تلك التظاهرات هي عبارة عن تظاهرات إما تكون لمطالب خدمية أو أن تكون منطلقة يعني من فئوية، مثلا يعني حزب ما أو تيار ما هو الذي يعني يقوم بتلك التظاهرات. وغالبا ما كان النظام السياسي في تلك الفترة يستطيع تحجيم تلك التظاهرات والحيلولة دون الوصول أهدافه، لأن قيادة هذا الحراك يستطيعون التعامل معها. الشيء الآن الخطر والذي هو يرعب يعني أزلام السلطة حاليا، إن هذه التظاهرات ليس لها راعي معروف وليس لها تيار سياسي يقف خلفها، وهذا هو الذي هو مصدر رعب للسلطة الحاكمة في العراق. لذلك تعاملت معها بمنتهى القسوة وحاولت أن يعني تحجمها. لكن الشيء الجيد بالموضوع أن بسبب أنه لا يوجد تيار سياسي له غايات سياسية من هذا الحراك،
تطورت تلك التظاهرات منذ البارحة إلى اليوم تطور ملفت للنظر. لماذا؟ لأنها يعني تعبر بشكل دقيق عن ما يريده الشعب العراقي، لا ما تريده الأحزاب المتنافسة وما تريد أن تطمح له بالوصول للسلطة أو الحصول على مكاسب سياسية. الآن المطالب هي مطالب حقيقية. وأشرت إلى مسألة مهمة كامل. لا يوجد حزب أو طرف سياسي يقف وراء هذه التظاهرات، لذلك تم التعامل بدموية بخشونة مع المتظاهرين. نعم نعم، ويعتقدون أنهم بهذا الطريق يستطيعون تحجيمها. يعني حقيقة بخبرتنا يعني جميع الثورات الشعبية التي حدثت سواء بالمنطقة العربية أو حتى بدول العالم، إن غالبا ما تكون التظاهرات تنطلق بعفوية، لكن لا تلبث أن تجد الجماهير الطريقة الصحيحة لتنظيم يعني صفوفها، وتنطلق قيادات شعبية من داخل هذه التظاهرات. هذا هو الذي هم يعني السلطة الحاكمة لا تريد أن تصل التظاهرات إلى هذه المرحلة، وأن يكون لها يعني قادة شعبيين يقودون هذا الحراك، لأنه إذا وصلوا هذه المرحلة معناها سقوط هذا النظام أصبح يعني شيء محتم أو شيء حقيقي. هذا الذي هم لا يريدون، لذلك تعاملوا بطريقة عنيفة وبهذا الشكل الذي نرى. ويعني أنا أقول شيء، لا تستغرب يعني لا تستغرب أن ربما في الأيام القادمة ربما يحدث انهيار مفاجئ للنظام السياسي في العراق كله. ربما يعني تقول أنت متفائل جدا، ربما يعني أنا أتوقع أن رأيك سيكون أنك متفائل جدا بهذه النتيجة، لكن لو قارنا منذ البارحة إلى اليوم كيف تطورت التظاهرات؟ من يعني تظاهرات كانت بضعة مئات ربما بضعة آلاف، إلى الآن يعني جماهير واسعة تنخرط بالتظاهرات، وليس في أكثر المحافظة، ليس بمنطقة واحدة، ليس في بغداد فقط، إنما باقي المحافظات، بل هناك محافظات لم نكن نتوقع أن تخرج فيها تظاهرات، مثل محافظة ديالى التي عانت الأمرين من ضغط الميليشيات، وكان ساحة حرب يعني ما بين داعش وما بين الميليشيات، والناس ذاقوا الأمرين وكثير منهم مهجرين، ومع ذلك خرجت اليوم تظاهرات في هذه المحافظة. هذا دليل على أن الأحداث متسارعة جدا، فهذا الشيء يعطينا ثقة. لماذا تخصص ديالى بهذه الأهمية؟ لأنها عانت بشكل كبير. ديالى تعتبر من المحافظات ذات الأغلبية السنية، ولكن هناك تواجد أيضا لطوائف أخرى. هذه الورقة ربما سيستغلها المسؤولون في العراق ويحولون المسألة إلى سني شيعي. الآن أعتقد الشعب العراقي تجاوز هذه المرحلة. لحد الآن منذ البارحة وإلى الآن لم أرى ولم أسمع بنفسي أي شعار رفع بشكل طائفي. كل الشعارات كانت شعارات وطنية، وكل هؤلاء الشباب خرجوا بمرجعية عراقية، لا مرجعية سستاني ولا صدري ولا حزب فلان ولا حزب فلان، ولا سني ولا شيعي ولا كردي، ذو مرجعية عراقية، وهذا أهم ما موجود في هذه التظاهرات، وهذا هو مصدر الخطر الذي يهدد النظام العراقي الحالي. ما الذي أخرجهم بهذه القوة بهذا الغضب؟ الحقيقة نتيجة الإحباطات. الآن وصل الشعب العراقي إلى مرحلة بأن أي تظاهرات لإصلاح النظام، للحصول على يعني خدمات جيدة، للحصول على كهرباء وماء صالح للشرب وغيرها من هذه المطالب المشروعة، أصبح من العبث الخروج بتظاهرات من أجل هذه المطالب، كون إن هذا النظام أصبح كالعجوز الشمطاء، لا تفيدها كل وسائل التجميل في العالم لإرجاعها إلى شبابها. إن هذا النظام الحالي وصل مرحلة الشيخوخة، لا ينفع معه لا طبيب ولا حكيم. هذه القناعة وصلت عند الشعب العراقي، وبدأ له إن الطريق الأسهل للحصول على مكاسبهم هو إزالة هذا النظام واستبداله بنظام آخر منبثق من الشعب العراقي. الآن الدعوات لإجراء تحقيق بما حصل أمس صدرت عن أكثر من جهة، من المسؤولين، من رأس النظام، من مسؤولي أحزاب، من مقتدى الصدر، حتى السفير البريطاني غرد في هذا الإطار. هل هذا يرفع المسؤولية عن المسؤولين في السلطة؟ يعني أنا أريد أن أقول لك،
في السنين السابقة الجميع يقول نحن ضد الفساد ويجب أن نحارب الفساد، والمتظاهرين يخرجون مظاهرات ضد الفساد المستشري في البلد، وبعد ذلك والتظاهر السلمي حق للمواطن. إيه المتظاهرين يتساءلون في أنفسهم، إذا يقولون إذا كنا نحن نتظاهر ضد الفساد والمسؤولين جميعهم من اليمين إلى الشمال في كل أطيافهم يقولون نحن ضد الفساد، إذا من هو الفاسد؟ هل الشعب العراقي هو الفاسد؟ كذلك الآن الحالة، الآن الجميع مع المتظاهرين، الجميع مع حق الشعب العراقي بالتظاهر، الجميع يريد تأسيس لجان للتحقيق في القتل الذي حدث والجرحى بحق المظاهرين، لكن هم جميعا مشتركون في هذا القتل وفي هذا البطش الذي يحدث بصفوف المتظاهرين. هذا الكلام لا يعفي مسؤوليتهم، هم جميعا مشتركون سواء رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء. إلى هذه النقطة، لأنه حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتهم طرفا ثالثا بأنه هو من يفتعل المشكلة ويعتدي على المتظاهرين السلميين وكذلك على عناصر الشرطة. سأعود إليها هذه النقطة، لكن اسمح لي نشرك معنا عبر الهاتف مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون. أستاذ مصطفى أهلا ومرحبا بك معنا. أستاذ مصطفى من بغداد تسمعني؟ نحاول التواصل مع الأستاذ مصطفى سعدون. جاهز الاتصال يا جماعة؟ طيب سأحاول أن أعود إلى الأستاذ مصطفى سعدون فور جهوزه لنحاول أن نطلع منه على آخر التطورات في العراق وهذه التظاهرات حقيقة ربما المفاجئة للمسؤول العراقي. أنا فقط كنت أود أن أعلق على كلام عبد المهدي. يعني التهم الجاهزة يعني في كل حين يستخدمها، قبل كان عندما يضطهدون الأهل يعني أهل السنة العرب والسنة كانت تهمة الإرهاب والانتماء إلى القاعدة سابقا والانتماء إلى داعش لاحقا جاهزة يرمون فيها كل معارض سياسي لهم أو كل منافس سياسي لهم. لذلك الآن هذه الجماهير التي خرج بالمناسبة الغالبية منهم هم من يعني أهل الشيعة، ولا يستطيعون اتهامهم بأنه ينتمون إلى داعش يعني، لكن التهمة الجاهزة بأنهم هناك مندسين في صفوفهم وهناك يعني أطراف خارجية. يعني قبل اليوم أنا أقرأ صباحا تصريح لنائب عن كتلة صادقون اللي هو يعني جماعة قيس الخزعلي، يقول هناك من يوجه هذه التظاهرات من الخارج. يعني كلام ساذج، من يستطيع أن يحرك كل هذه الجماهير مئات الآلاف بكلام من الخارج؟ هو يحاول إلساق أي تهمة يعني إخراج هذه التظاهرات من حقيقتها من يعني توجهاتها واتهامها بأنها يعني عميلة لجهة معينة، وبالتالي تبرير ضربها والبطش فيها. أخي الكريم، اليوم البارحة يعني التظاهرات انسحبت بنتيجة الضرب والاستعمال الخشن للقوة معهم، لم يكتفوا بأنهم يعني خرجوا من ساحة التحرير بل أنهم بدأوا يلاحقونهم في شوارع منطقة البتاوين. طبعا منطقة البتاوين ملاصقة إلى ساحة التحرير، بين الشوارع يعني يركضون وراهم ويحاولون الاعتداء عليهم، بمعنى أنه هم يريدون استهدافهم وليس فض التظاهرات وليس إنه يحاولون عدم التخريب، إنما هو يريدون استهداف هؤلاء المتظاهرين، استهداف هؤلاء الناشطين في هذا الحراك الذي يحدث. طيب الآن هل ينتظر التحقيق ونتائج التحقيق أم أن الأمور واضحة فيما جرى خلال الساعات الماضية؟ أخي الكريم، لقد شبعنا لجان تحقيق في كل الذي يحدث من مصائب في يعني من بداية الاحتلال لحد الآن، نحن شبعنا لجان تحقيق ولم تسفر على أي شيء. يعني آخر لجنة تحقيق كانت في تحقيق في الضربات الجوية لمقرات الحشد، وقد اعترف يعني عادل عبد المهدي بأن إسرائيل يعني بتقديرك من الذي أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين؟ لا أستطيع أن أقول لك اسم معين، ولكن جميعهم مشتركون في هذه الجريمة، جميعهم مشتركون. قوات مكافحة الشغب لا تستطيع أن تتصرف من عقلها ومن رأسها إلا بأوامر، والأوامر لا تأتي إلا من مسؤولين كبار، مسؤولين لهذا النظام. قمع المتظاهرين بهذه الطريقة عبر إسقاط قتلى وجرحى وعبر اعتقالات،
سيخيف الناس؟ أنا أقول لك دائما عقلية النظام الدكتاتوري هي متشابهة، دائما ما يفكرون بأن قمع المتظاهرين وهي في البداية يعني أنه لديهم في تفكير بأنه يقتلها وهي في رحمها في مهدها هو الأفضل قبل أن تتوسع. لذلك هم يفكرون بعقلية واحدة، هم قاموا باستخدام العنف باليوم الأول، يعني تخيل ثورات الربيع العربي استمرت أسابيع إلى أن تم استخدام القوة في العراق. بالجزائر 7 أشهر إلى الآن ما في استخدام للقوة، الحمد لله. حافظ الأسد الذي ما شاء الله بدون حسيدي يعني، ها أحسن من حسدكم يا أهلنا في الجزائر. حافظ الأسد الذي نقول عليه المجرم الأكبر بالمنطقة لم يستخدم العنف إلا بعد أسابيع من التظاهرات التي خرجت في سوريا. خلينا لكن نحن في اليوم الأول. لا الأسد يمكن من قبل ما تبلش التظاهرات وهو مشغال. انقطاع الانترنت من عدة مناطق في العراق بينها بغداد، هذا العاجل الآن. نعم هذا ليس الآن، يعني أنا عانيت منه من يعني ساعات العصر، يعني قبل 4 أو 5 ساعات كنت لدي صعوبة في التواصل مع بعض الأصدقاء بعض الناشطين في العراق بالذات. بدأ في عم تتواصل مع ناشطين في العراق؟ نعم نعم يعني كثير، يعني في توجيهات خارجية إذن للمتظاهرين؟ لا لا، كانوا يمررون الفيديوهات وهم يتوسلون بأنهم يا أخوة يا من أنتم في وصلوا صوتنا، وصلوا صوتنا، وصلوا ما يحدث. هذا المطلب الوحيد للمتظاهرين، أن يعلم العالم ماذا يحدث في العراق. وأنا يعني كنت أقوم بما أستطيع. هو يا أستاذ نظير حقيقة قطع الإنترنت أمر مخيف، يعني هذا التعتيم. أنا يذكرني هذا الحادث بالتظاهرات التي حدثت في إيران. كان طبعا مواقع التواصل من دولة إلى دولة تختلف، نحن في العراق أشهر موقع تواصل لدينا هو فيسبوك، بينما كان في إيران هو التليجرام. تم حجب التليجرام في إيران لقطع التواصل ما بين المتظاهرين، والآن بدأوا في العراق بدأوا بالفيسبوك ثم أتبعوه بالإنستغرام وتويتر وسناب شات وغيرها من يعني مواقع التواصل. لماذا؟ لكي لا يتم تسريب يعني الفيديوهات التي تحدث والبطش الذي يحدث يعني بحق المتظاهرين. خلينا نشوف هذا المقطع أستاذ نظير سريعا، كيف أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين ونعلق عليه. تفضلوا مشاهدينا. هذا جزء من مشهد عراقي يتطور كما يبدو في الساعات الماضية والساعات القادمة. اسمحوا لنا مشاهدينا أستاذ نظير، نشرك معنا عبر سكايب الأكاديمي والمحلل السياسي صباح الخزاعي، وحاولنا أيضا أن نتواصل مرة أخرى مع الأستاذ مصطفى سعدون مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان، لكن التواصل مع بغداد حقيقة فيه مشكلة حاليا. ينضم إلينا إذن الأستاذ صباح الخزاعي. أستاذ صباح أهلا ومرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا، شكرا. أستاذ صباح، المشاهد التي تابعناها الآن ربما تراها متكررة من ساحات العراق إلى ساحات سوريا إلى ساحات مصر إلى أكثر من ساحة عربية، هذه العقلية الأمنية في التعاطي مع المواطن المطحون العربي بهذه الطريقة الدموية بالرصاص الحي بالقتل المباشر، لماذا استمرار هذه العقلية وهذا التعاطي مع الناس مع المتظاهرين السلميين بهذا الأسلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الوضع بالعراق يختلف عن كل الأوضاع الأخرى التي ذكرتها أخي علاء، أرجو عدم خلط الأوراق أرجوك. يعني هنا نتكلم عن العراق المحتل، مصر غير محتلة، سوريا محتلة، والدول الأخرى غير محتلة. العراق المحتل المدمر منذ 16 سنة والذي شرع الاحتلال هو النظام الصفوي في طهران. هذه المواطن الفقير المطحون يا أستاذ صباح موجود في كل بلد عربي، وهو الذي يتظاهر وهو أساس التظاهر. لا 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 لا، ما له علاقة هذا. أرجوك خليني، اسمح لي، أنت أول مرة تخليني يعني ألتقي بي، فأعطيني مجال حتى أشرح لك. أعطيك مجال، نحن نتحاور الآن. الناس تتظاهر ضد الاحتلال أم تريد لقمة العيش في العراق؟ الاثنين معا. أها. ولكن الحافز المهم هو الهيمنة الإيرانية. أها. هنالك هيمنة إيرانية واضحة المعالم على العراق.
الحكومة منذ 16 سنة تراكمت المطالب العراقية، ليس هنالك حكومة تستطيع أن تلبي مطالب العراقيين. لماذا؟ لأن الحكومة مرتهنة بيد إيران الصفوية التي خلقت السني والشيعي والعربي والكردي والمسلم والمسيحي، وبالتالي الحكومة الصفوية في طهران تريد عراقا أعرجا، عراقا عليلا، عراقا مدمرا، لكي يكون ساحة خلفية وخط قتال ثانوي أو ثالث ضد أي هجمات أخرى من أي دولة أخرى. هذا هو واقع الحال. عندنا فلوس بالعراق، نعم، عندنا نهري دجلة والفرات، وعندنا شط العرب، وعندنا نفط، احنا ثالث دولة تصدير نفط بالعالم، وبالتالي لا ينقصنا أي شيء على الإطلاق. إذن ما هي القضية؟ هو سوء توزيع الموارد المالية، لأن أكو سرقة وأكو فساد. 1500 إلى 2000 مليار دولار ذهبت سدن من 2015 ولحد الآن. أين ذهبت؟ ذهبت إلى حزب الله في لبنان، وذهبت إلى إيران، وذهبت إلى جيوب الفاسدين العملاء الخونة الذين شرعنوا الاحتلال منذ 2003 ولحد الآن، وقشمروهم ظللوهم بالحسيني والعباسي وعلي وآل البيت، وأن السنة كفرة، وأن المعركة بين يزيد والحسين ويزيد. وأعتقد أخي علاء أنت مثلي متابع، سمعت السيد حسن نصر الله ماذا قال في خطبة عاشوراء؟ قال إن حسيننا في هذا الزمان هو خامنئي. أكرر، حسيننا في هذا الزمان خامنئي، يعني معناته يا شيعة بالعالم قاتلوا من أجل خامنئي، لأنه هو الحسين الجديد. وعندما تجد منصات التعراض العسكري أو منصات تجمع أو مظاهرات يظهر بها حسن روحاني في أفلام إيرانية، تجد مكتوبة تحتها لبيك يا حسين، لبيك يا عباس، لبيك يا خميني، لبيك يا خامنئي، بينما هي تلبية فقط لله سبحانه وتعالى. هذه هي مصيبتنا بالعراق. الوضع العراق أخي على مفتعل، يعني ليس هنالك حكومة رزنة مخلوقة من عمق الشعب مهما تكون الحالة، وإنما مفتعلة لأنها حكومة عميلة، حكومة خلقها الاحتلال الأمريكي وشرعنها الاحتلال الصفوي، الصفويون شرعنوها. هذه هي مصيبة العراق. والجاسوس في المنطقة الخضراء لا يهمهم يذبح العراق أم لا يذبح. على فكرة أنا لا أفرق بين قوسين سنة وبين قوسين شيعة. شيعة المنطقة الخضراء وسنة المنطقة الخضراء وأكراد المنطقة الخضراء بريئون، يعني الشعب العراقي بريء منهم. الشعب العراقي عروبي سواء كان سني أو شيعي أو حتى كردي. طيب كلام مهم أستاذ صباح، كلام مهم، ابقى معي لو تكرمت. أستاذ نظير، إذن أينما حل النظام الإيراني حل الفساد والخراب والقتل والدمار والتهجير. انظر إلى كل عاصمة عربية سيطرة أو فيها نفوذ إيراني، ماذا حصل؟ العراق أكبر شاهد كما أفهم من كلام الأستاذ صباح. ضحكوا على الناس، ضحكوا على شيعة العراق بالتحديد تحت شعارات وهمية، طحنوا الناس بالفقر وبالفساد تحت شعارات دينية لا وجود لها في التطبيق العملي. أنا أتفق كثيرا مع ما ذهب إليه صباح الخزاعي، كون أن إيران لها دور كبير في الحالة المزرية التي وصل العراق. والآن يعني تم إعادة شعار مهم كان المتظاهرين العراقيين يرفعوه دائما، وهو إيران برا برا، إيران برا برا، بغداد حرة، بغداد تبقى حرة. يعني هذا دليل على أنهم هم مشخصين، سواء سنة ولا كرد ولا شيعة، مشخصين سبب المشكلة، وأن هذا النظام ما هو إلا العوبة كما ذكر دكتور صباح بيد النظام الإيراني. ويفترض أن من يثور على هذا النظام هو بالمحصلة يثور على النظام الإيراني. أنا فقط أريد أن أعرج على شيء مهم جدا، ومن خلال هذا المنبر أوجه رسالة إلى المتظاهرين، وهو أن الأمور إذا تطورت بشكل بالغ وبدأت ملامح انهيار النظام في العراق، من المحتمل بل أنا متأكد أن النظام الإيراني سوف يتدخل بإرسال قوات الباسيج أو أي قوات متطوعين عبر الحدود العراقية لإنقاذ هذا النظام. هذا ما فعل في سوريا وفعل في اليمن،
حتى في البصرة قبل عام تقريبا هكذا قيل هكذا فعل. وحتى الحشد الشعبي دخل إلى إيران عندما كانت هناك تظاهرات ضد النظام الإيراني. يعني هناك وحدة مصير، هناك ترابط وثيق ما بين النظام الإيراني وما يسمى بالحكومة العراقية والنظام العراقي. لذلك هم يتكاتفون لعدم سقوطهم ضد شعبي العراق وإيران. لذلك من الضروري على المتظاهرين أن خاصة في المحافظات الحدودية أن يراقبوا المعابر الحدودية، لربما أن قوات إيرانية ستدخل لقمع هذه التظاهرات، ويعني هم يعرفون كيف يتعاملون معها بالطريقة التي تتناسب مع دخول قوات أجنبية إيرانية لقمع المتظاهرين. هذا الموضوع ليس بعيد وغير مستبعد، بل فعله الحشد الشعبي فترة ما ودخل إلى الأراضي العربية داخل إيران لقمع المتظاهرين. أنت تحذر من هذا السيناريو؟ نعم أحذر من هذا الشيء. وأفضل شيء أنا ذكرته يعني في بداية التظاهرات، ووجهت يعني نصيحة لشبابنا في المتظاهرين بأن لا يجعلوا تظاهراتهم عبارة عن اعتصام في مناطق محددة، لأن هذا يسهل على القوات الأمنية القمعية من ضربهم وقمعهم. إنما فتح بؤر تظاهرات ومسيرات لا تتوقف في مكان واحد، في عدة بؤر، وهذا ما حدث اليوم. هناك محافظات عديدة بدأت تنتفض، وحتى في داخل بغداد بدأت مناطق مختلفة تخرج بالتظاهر. صحيح. خلينا أسأل دكتور صباح عن هذه النقطة. دكتور صباح، من اللافت التطور السريع للتظاهرات وحتى بطريقة التعامل معها وحتى بطريقة تعاطي السلطات مع ما يجري، يعني حتى تعطيل الإنترنت مثلا اليوم ومواقع التواصل الاجتماعي رغم محاولة يعني المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة التبرؤ من قتل المتظاهرين واتهام طرف ثالث مندس بأنه قتل المتظاهرين وقتل عناصر الشرطة. هل ترى بأن التظاهرات يمكن أن تأخذ منحى يفاجئ الجميع؟ أنا طبعا قبل ما أجاوبك آسف من الأخ العزيز نظير، ما سلمت عليك أخي نظير. تفضل. وأني أشكرك على هذا الفهم الراقي جدا يعني. وأخي علاء أنا هم أشكرك، يعني استضافيتني واستضافيت الأخ نظير، وأحنا كلنا همنا هو الهم العربي. اهلا وسهلا سيدي. هو ان نصلح يعني وضعنا بالعراق. نعم نعم، الذي يحدث بالعراق هو هكذا، قطع الانترنت وقطع الشغلات. على فكره اذا دخل الفاسيج كما قال اخي نظير، اذا دخلت القوات الايرانيه فساحمل المسؤوليه كامله للقوات الامريكيه، للمحتل الامريكي الذي ضللنا منذ حوالي 15 سنه. يجب ان لا ننسى ذلك. النظام الامريكي، الإدارة الأمريكية السابقة واحتمال الحالية، إذا سمحوا لإيران أن تدخل وتجهد هذه الثورة فيتحملون كامل المسؤولية. شغلة سهلة جدا للقضاء على الميليشيات الطائفية في العراق، دعم المقاومة الوطنية العراقية، أكرر دعم المقاومة الوطنية العراقية العروبية أو العراقية، أنا قلت عراقي، هنالك مقاومة لا تفرق بين سني وشيعي وعربي وكردي وشيعي ومسلم. هذا إذا صارت إشي هذا إن شاء الله تصير الأمور أوكي. النقطة الثانية، النظام الصفوي في طهران إذا أردنا أن نقضي عليه أو نساعده لكي يكون دولة طبيعية ويحافظ على مصالح شعوبه وأن لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى، هو أن يجب أن يطرد من العراق. إذا طرد من العراق شر طرده، فأعتقد سوف يتقوقع هذا النظام ويرجع إلى حجمه الحقيقي وهو داخل حدود. بالنسبة إلى الأمور التي تحدث عندنا هسه في العراق، لكن دكتور هل يمكن أن تتطور الأمور بهذه الطريقة بتدخل الباسيج الإيراني؟ يعني هناك من يرى بأنه أصلا هذه التظاهرات هبة شعبية محدودة خلفيتها خلفية سياسية مرتبطة بإقالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي. على صحيح الحكي مالك وانا اتفق وياك، وانا قلبي محروق، انا يعني اخاف ان تجهض هذه الانتفاضه كما سابقاتها من 2012 ولحد الان، خصوصا للمحافظات الست، وذلك للتواطؤ الامريكي. كان اذا اعطوا ضوء اخضر العراق سيتحرر في اسرع وقت ممكن. فلهذا الامتحان الحقيقي للعداء الترامبي والصفوي هو العراق. إذا سمحوا لإيران أن تجد الثورة في العراق معناته أكو توافق تحت الطاولة
بين الأمريكان وبين الإيراني مع الأسف، وكلنا العرب مضللون أو مضللين لحد الآن. لكن أرى هي ليس فقط يعني عدنان عبد الوهاب الساعي أخي على كذلك الضربة يعني الإهانة لأصحاب الكفاءات جماعات الماجستير والدكتوراه، صار لهم يعني إضراب حتى لست أشهر ما عندهم يعني وظائف يشتغلوا بها، ثم هجموا عليهم بالخراطيم يقال إنها مياه آسدة، يعني ما عندي دليل لكن هذا الذي سمعته، إهانة ما بعدها إهانة. وثم جاءت عبد المجال عبد الوهاب الساعي، ولكن القضية هو يعني هو أكو تراكم حالة باب تام، تراكم المشاكل من 2003 ولحد الآن، وإضافة لذلك عدم قدرة أي حكومة لتنفيذ هذه المطالب. على فكرة هذه الانتفاضة ليست ضد عادل عبد المهدي، لا 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 لا، هي ضد النظام السياسي، ضد العملية السياسية، المخابرات الكسيحة المشرعنة العميلة، هذا هو واقع الحال. وسوء توزيع الموارد كما قلت، نهب المال العام والفساد والسرقة، لكن من احنا الصناعات المحلية، صناعة القطاع الخاص والقطاع العام التي كانت تغطي كل العراق هسه اصبحت صفر، ومئات الالاف هم يعني بدون شغل، وصلت البطالة الى كما سمعت اكثر من 60% رغم 3,500,000 برميل نفط. الله اكبر، يعني مشكله غير اعتياديه. وبالتالي انا اتفق وياك اخي على ليس فقط المطالب، يعني قصدي المطالب المعيشيه، لكن الاحتلال. لكنك دكتور اسميتها انتفاضه، خلينا اخذ راي الاستاذ نظير بهذه التسميه، هل نحن بالفعل، خلينا نحكي بصراحه استاذ نظير، امام انتفاضه في العراق؟ المواطن العراقي اليوم يعني يشعر بالغضب الشديد تجاه هذا النظام، خرج بقرار نفسه، أم هناك من يقول له تظاهر يتظاهر، عد إلى بيتك سيعود إلى بيته، وتنتهي الأمور كما حصل ربما سابقا؟ حقيقة الوضع لنكن، هناك احتمالات، يعني كما في 2015 خرجت تظاهرات يعني أرقام كبيرة، لكن كانت بقيادة التيار الصدري. طبعا بالمناسبة هي التيار الصدري خرج بعد أن خرج الشعب للتظاهر، فجاء التيار الصدري ليحرف مسار هذه التظاهرات وانتهت على لا شيء. والخطورة الآن أن يتدخل مقتدى الصدر في هذه التظاهرات لحرفها عن مسارها، بل هناك تغريدات أو المرجعية في النجف يمكن أن تتدخل، أليس كذلك؟ نعم نعم، الآن هذا شيء مهم جدا. الشعب العراقي الآن وبالذات فئة الشباب الذين هم عماد التظاهرات الحالية فقدوا ثقتهم بهذه المرجعيات. يا أخي هذه المرجعية سواء مرجعية كذا ولا مرجعية كذا، دائما ما يخرجون يعني عبر وكلائهم وعبر الإعلام بأنهم ضد كذا قضية سياسية معينة أو دعوة للانتخاب كذا حزب، لكن عندما تأتي إلى حقوق الشعب وانتفاضة الشعب تجد ألسنتهم مخرسة، لا تسمع لهم صوت. أين الآن السستاني من هذه التظاهرات ومن هؤلاء القتل الذي يحدث في المتظاهرين؟ أين يعني لماذا بلع لسانه؟ الآن مقتدى الصدر الذي قبل أيام كان يهدد بالحكومة وإسقاط الحكومة كونها حكومة فاسدة ولم تحقق شيء للشعب العراقي، ذهب ليس كثيرا، مجرد يومين ذهب إلى طهران، رجع وعمل خطة يعني خارطة الطريق مع هادي العامري، أنا أقصد مقتدى الصدر. نعم. مقتدى الصدر تحول خلال يومين في زيارته إلى طهران ولقاء خامنئي وباقي جلاوزة النظام الإيراني ليرجع وقد طلق كل شعاراته السابقة بأنه أعطى مهلة لحكومة عادل عبد المهدي وأنه سيسقطها، بل عنده تغريدة يقول انتظروا التغيير خلال ساعات أو خلال أيام. أين ذهبت الساعات وأين ذهبت الأيام؟ الآن بلع لسانه ولم نسمع له تصريح، بل هناك حتى في التيار الصدري من المحرومين والفقراء من يقول لماذا مقتدى الصدر لا يخرج للتظاهر؟
فاضطر إلى أن يسرب ما بين أتباعه ويقول لهم من يريد أن يتظاهر ليتظاهر وليس لكن ليس باسم التيار الصدري. لماذا؟ لأن هذا يحرجه أمام شركاء بالحكومة، لأنه لديه مناصب مهمة ويعني مكاسب مهمة حصلها لا يستطيع التفريط بها، لذلك لا يدخل بهكذا تظاهرات. الشيء المهم على الشعب العراقي أن يعرف أن هذه المرجعيات ليست مرجعياتها ولا تقود الشعب العراقي إلى شاطئ الأمان. يجب أن تكون مرجعية الشباب العراقيين والشعب العراقي هو العراق نفسه، هو مرجعية عراقية، لا سستاني ولا صدري ولا يعقوبي ولا سني ولا شيعي ولا كردي. هذا هو الطريق الذي يوصلنا إلى بر الأمان. أها. طيب خلينا أخذ تعقيب من دكتور صباح على هذا الكلام. دكتور صباح، سمعت الأستاذ نظير كيف تعقب على كلامه؟ والله يعني أثلج صدري، يعني كأنما هو نسخة من صباح الخجاعي أو أنا نسخة منه. نعم، قلت لهم أنا في تغريدة مهمة جدا، قلت لهم لا تستمعوا إلى قيس الخزعلي ولا عمار الحكيم ولا مقتدى الصدر ولا أي مرجعية دينية سواء كانت سنية أو شيعية، عليكم أن تستمعوا إلى صوت الضمير العراقي. أعطيك معلومات هسه وصلتني من بغداد. هذه النسخ موجودة بكثرة اليوم في العراق دكتور صباح؟ أوه طبعا، المشكلة مضللين، قمع، قتل أخي علاء، قتل، هنالك مئات الآلاف من المغيبين، الميليشيات أكثر من 77 ميليشيا عندهم سجون خاصة بهم أخي، فبالتالي لا يستطيع أحد أن يتكلم. أنا دا أحكي لك من العراق، أنا أعطيك هاي المعلومة، أحدهم خابرته وهو ابن قيادي في حزب الدعوة يطلع من المتظاهرين، قلت له يا معاودة تخاف على نفسك؟ قال لي ما أخاف على نفسي، لا مرجعية ولا عمامة لا بيضة ولا سودة، كلتنا عراقيين. بس خلينا نحكي بصراحة دكتور، خلينا نحكي بصراحة، أنت في النهاية بحاجة إلى غطاء يحمي هؤلاء الناس، وإلا مع وجود الميليشيات ومع وجود هذه العقلية الأمنية سيتم ارتكاب مجازر بحقهم. والله صحيح، أنا أتفق وياك، فلهذا قلت لك أنا أعول على الموقف الأمريكي، قبلنا أم أبينا، هذا هو واقع الحال، القوة المهيمنة في العراق هي القوة الأمريكية. هل يمكن التعويل دكتور على محتل؟ والله كلامك صحيح، يعني أنا أعول على الله سبحانه وتعالى، لكن لا تنسى هذا المحتل يحتاج إلى مصالح أن يحفظها، والمصالح الأمريكية كما هي المصالح الروسية، إذن أنت روسيا جابها إلى سوريا، ماذا تفعل روسيا في سوريا وماذا تفعل أمريكا في سوريا وماذا تفعل أمريكا بالعراق، كلها مصالح. المصالح هو يجب تهدئة المنطقة من أجل المعركة الكبرى، معركة طريق الغاز، وهذا طبعا شغلة فلسفية، طريق الغاز والنفط الذي يفتر حول أوروبا أو حول الكرة الأرضية. جميل جميل هذا الكلام. هل هناك مصلحة أمريكية دكتور الآن لإعادة ترتيب النظام الحاكم في العراق، ترتيب الأوراق مجددا، تجديد النظام؟ والله يفترض هكذا من أجل أن تهدأ الأمور، يعني تدري أنت الضربة الإيرانية إلى أرامكو ضربة خطيرة جدا، يعني هذا لعب ستوبيديتي، يعني هذا غباء وحماقة أن تضرب قلب السفلاي العالمي، الصادرات 5% من العالم، معناته هذا غباء، يعني معناته المنطقة تحترق، وبالتالي يجب هنالك وحش خرج من القفص وهو النظام الصفوي في طهران، وهذا أخذ يخرمش هنا وهناك، كانت مهمته أن يخلق سنة وشيعة سواها، قالوا له كافي عاد ارجع إلى القفص، قال لا ما أرجع خليني أستمر، وصدق حاله، وهو الذي يقول سوف أرمي إسرائيل في البحر وأن إسرائيل ما باقية. طيب إذا إسرائيل ما تبقى لها ساعتين ما تضربها، ماذا تنتظر يعني؟ أنتوا على من تضحكوا؟ يعني 40 سنة ويقول بأنه هو ضد إسرائيل وسوف يحرر فلسطين، وهو لم يطلق طلقة واحدة على إسرائيل من أجل فلسطين، ولم يدفع شهيد إيراني واحد أو قتيل إيراني من أجل فلسطين، فظللنا ويعني لعبوا علينا مع الأسف من الناحية الدينية والناحية تحرير فلسطين، كل واحد يجي يرفع شعار فلسطين. على كل حال خليني سأعود إليك بسؤال أخير دكتور صباح، لكن حول هذه القضية، يعني أستاذ نظير هناك من يقول ليس دفاعا عن النظام الإيراني ولكن يقولون بأنه يا سيدي لماذا تلقون بكل الحمل على النظام الإيراني؟ بالنهاية عادل عبد المهدي عراقي، هادي العامري عراقي، فلان وعلان، يعني كل الأسماء الآن المسؤولين كان دينيين ولا حكوميين هم مواطنون عراقيون، ومن انتخبهم
عراقيون، فلماذا تحملون إيران مسؤولية الفساد والخراب والدمار والقتل كل شيء؟ أخي الكريم، أنا قبل قليل عندما تحدثت لك قلت إن القمع الذي يحدث في المتظاهرين هو ديدن الحكومات الدكتاتورية. لم يطرأ على لساني بأن أصف الحكومة العراقية بأنها حكومة ديمقراطية منتخبة من الشعب، بدليل أن هذا الوجوه تتكرر كل 4 سنوات ولا يخرج لدينا وجه جديد. فمسألة أنه الشعب العراقي هو من أختار هذه الوجوه الكالحة هذا شيء غير صحيح. الأمر الثاني، تقول نحن نحمل كل مصائب العراق على إيران، هذا لأنها هي محتلة للبلد، وكل ما يحدث في العراق هو بأمرها. وكما قال الدكتور، سبحان الله هناك تناغم بالأفكار، كما قال الدكتور صباح الخزاعي، الغزل شغال بينك وبين الدكتور صباح، قال إن النظام الإيراني يتعمد أن يبقى الحكم في العراق بحالة مزرية، الحالة الاقتصادية مزرية في كل جوانب. لماذا؟ لأن النظام الإيراني لا يتحمل أن يكون هناك بلد قوي مجاور له حتى لو كان شيعيا. الآن لنفترض أن تكون هناك حكومة شيعية بالخالص مسيطرة على العراق ولكنها قوية، هذا لا يرضي إيران. إيران تريد بلد ممزق، بلد منقسم، بلد في حروب مستمرة، اقتصاده منهك ونفطه يذهب هباء منثورا، والمستفيد الوحيد هو إيران، وهو هذا ما يحدث الآن. مسألة أنه إيران تدعم نظام حكم عراقي قوي هذا مستحيل أن يكون. الشيء الذي أريد أعرج عليه هو شيء مهم، الآن يحدث حراك حقيقي والتطور مستمر وسريع. هذه ميزة التظاهرات العراقية أنها تتطور بسرعة. الذي يفترض من الدول العالم التي لديها مصالح بالعراق أن يكون لها موقف حقيقي، موقف مناصر لهذه التظاهرات، وتهيئ الأمور لما سيحدث بعد سقوط هذا النظام. أنا أقصد دول المجاورة. كأنك متعجل جدا يا أستاذ نظير، تتحدث عن سقوط النظام، معقول هذا السيناريو؟ أنا أقول لك أخي الكريم، هناك الدول لا تفكر كما نفكر نحن كأفراد. الدول عندما يحدث حدث تضع سيناريوهات عديدة من أقصاها إلى أقصاها، ووحدة من هذه السيناريوهات انهيار النظام بشكل مفاجئ. طيب هذه نقطة جوهرية وسأتابع معك، لكن حتى نودع دكتور صباح. لم أكمل الفكرة. لا، بدأ أرجع لك حول الفكرة وغيرها حتى لا نطيل أكثر على دكتور صباح. أريد أن أودعه بسؤال ونذهب أيضا إلى فاصل. دكتور صباح، هل تتفق مع الأستاذ نظير مرة أخرى بهذا التوجه وكأنه يرى سقوط النظام في العراق قريبا؟ أنا والله معاه 100%، ولكن شرطي هو أن يأتي ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية إذا قالت أوكي ضوء أخضر، يتغير مشهد بالكامل. تعرف ليش أخي علاء؟ حتى ما أطول عليك، من الذي يسيطر على سوريا؟ الدولة العظمى هي روسيا. من الذي يساعدها بالاحتلال؟ إيران. من الذي يسيطر على العراق؟ أمريكا. من الذي يساعد أمريكا؟ إيران. إيش طلعت هاي؟ إذن هي إيران بندقية للإيجار، إذن أتال أتلة، يخدم مصالح القوى الكبرى. وبالتالي إذا قالت أمريكا، لكن ما في قوة ذاتية لهذا الحراك أو لهذه الانتفاضة كما أسميتها دكتور، ما سر قوة هذا التفجر الجديد للتظاهرات؟ فطح الكيل بعد ما يقدرون، الوضع صار متأزم جدا، ولا يمكن أن تأتي حكومة تلبي مطالب الشعب. سرقوا الشعب، هناك مغيبين بعشرات الآلاف، وهناك بطالة رهيبة جدا، والمذابل منتشرة في جميع أنحاء العراق، وخصوصا أكبر مذبلة بالعراق أو بالشرق الأوسط هي حول النجف. تصدق أنت هذه المدينة يقال المقدسة النجف، وكربلاء بها شارع يسموه شارع السرطان. لا، مصيبة من المصائب، المستشفيات مزرية. هل من مسؤولية تاريخية هنا على السيد السيستاني؟ نعم. بشكل شخصي أنا أعتب عليه طبعا، يتحمل مسؤولية، هو الذي أفتى لقتال داعش. لماذا لا تفتي لقتال هذه المجموعة؟ لا تقول أنا معلية، ماكو معلية أنت، كل هالناس. بس كيف دكتور، لقتال هذه المجموعة تريد استخدام السلاح هنا؟ لا لا لا، إسقاطها بعيون الناس. إن هم شي يقولون المرجعية ماذا تقول؟ كلهم يتمتعون باسم المرجعية. لا لا لا، أنا طبعا احتمال لا أقصده هو شخصية، وإنما الشلة التي حوله هو ما يعرف احتمال.
الشلة التي حوله مرتبطة بالسافاك وبالمخابرات بالمخابرات الإيرانية، وفيها فاسدون. وأيرج مسجدي وفيها فاسدون. شنو فاسدون؟ أقول لهم لا يهمهم المذهب الصفوي، ما يؤمن بالحدود، يؤمن أن كلها هذه هي من حصة الولي الفقيه اللي هو حسين هذا الزمان حقيقة. عادل عبد المهدي عليه أن يرحل؟ عادل عبد المهدي بالنسبة لي يعني بقي أم رحل فلا يهم، كل الجماعة بالعملية السياسية هم أدوات لتنفيذ أجندة، وأنا هاي مؤمن بها، أدوات لتنفيذ أجندة. قلت لك الذي يتحكم هو إيران، واشنطن وطهران. إذا واشنطن قال كفى انتهى الموضوع، هذول كلهم يروحون ينتهون يعني. فبقي عادل عبد المهدي لم يبقى، فهذه هو طبعا يقول أنا شايل استقالتي بجيبي، يلا خلي استقيل. طيب بكلمات أختم معك دكتور، وفق المعطيات التي لديك وأنت بالتأكيد متابع وتتواصل مع الداخل العراقي، المعطيات تقول لك بأن التظاهرات سيتم احتواؤها أم أنها ستنجح بتحقيق أهدافها؟ دكتور صباح. أنا قلت لك أنا هذه هسه الأمور اختلفت، لأن دولة ما خاضعين إلى عمامة بيضاء أو عمامة سوداء، ولا خاضعين إلى حزب هذا وهذاك، وكل الناس الموجودين بالعملية السياسية يتخوفون أن يدخلوا في هذا المعترك، وبالتالي هي نشطة وهي كلها شباب، أكثرها شباب منتفض، وخصوصا بالمحافظات بين قوسين الشيعية، وهذا الذي يخوفهم. إذا بقيت هكذا الأمور فإن شاء الله بها نتائج طيبة. والمكون السني له دور في هذا، عليه أن يشارك؟ المكون السني خلي يخلص نفسه من العشوائيات، 3900 عشوائية، 3.5 ملايين. أها. المكون السني خانقين قاتلين. المكون السني هدموا مدنه ديالة وجرف الصخر والموصل وعانة وتكريت وراوة وغيرها، دمروهم وشردوهم بالفضاء. هاي هي الخطة، 3.5 ملايين في العراء، عوائل وعشائر راقية جدا، من أرقى العشائر والعوائل في العراق، دمروهم. أما بالنسبة للجماعة في المنطقة في جنوب العراق فدمروهم بالفقر وباللطم وبالزناجيل، وهاي هي فقط في عائلة يا حرام يحتاجوه. شكرا شكرا جزيلا لوجودك مع الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي دكتور صباح الخزاعي، أهلا ومرحبا بك دائما في استديو 9، شرفتنا، شكرا جزيلا لك. أريد أن أذهب إلى فاصل وثم أعود إليك لتعقب على ما قاله الدكتور صباح ولتكمل ما لديك أستاذ نظير، ولا يهمك باقي الحلقة معك. مشاهدينا فاصل ثم نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، نتابع معكم هذه الحلقة من سيد 9 مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي العراقي نظير الكندوري. أستاذ نظير، أريد أن نتابع أنا وأنت مع المشاهدين التصريح الذي أدلى به الفريق الركن عبد الوهاب السعدي الذي أقيل، وحول هذه الإقالة طبعا أسئلة كثيرة، تفضلوا مشاهدينا. يعني حقيقة أنا تفاجأت بالأمر أنه البارحة وصلتني معلومة مؤكدة أنه القائد العام بعد اجتماع مجلس الأمن الوزاري وقع الكتاب اللي مرفوع من جهاز مكافحة الإرهاب سر وشخصي باستبعادي ونقلي إلى الأمرة. طيب، هذه تصريحات عبد الوهاب السعدي خلال مقابلة تلفزيونية، ملخص قضية السعدي حتى أنتهي منها ومن الذي أقاله حقيقة، هل هناك صراع
خفي حول هذه القضية؟ أعطيك ملخص سريع وسبب في لمعان اسمه في الفترة الأخيرة. حقيقة عبد الوهاب الساعدي هو ينتمي إلى جهاز مكافحة الإرهاب الذي هو مستقل عن الجيش العراقي، والذي هو تم تأسيسه من قبل الأمريكان، قوات الأمريكية وهي من أشرفت على تدريبه. وقال أحد النواب خارج الوصاية الإيرانية، هو هذا المربط الفرس، أيوة، أنه ليست هناك سيطرة عليه من قبل القوات الإيرانية. تم تصريح لأحد النواب اللي طلب عدم ذكر اسمه حسب ما ذكرت الجريدة، بأن قرار إقالة عبد الوهاب الساعدي جاء بدفع من قائدين من قائدات قواد الميليشيات، هم الذي دفع بإقالة هذا الرجل. لماذا؟ لكي يخلو لهم الساحة ويعتقدون أن هذا الرجل ممكن يؤثر عليهم. الساعدي هو رجل ليس سياسي، رجل عسكري، لكن التفاعل الشعبي الذي حدث هي كان لأسباب يعني عدة، منها يعني تعامل المهني هو أو كجهاز بشكل عام، إضافة إلى أنها سمته وخلقه الذي كان يتعامل فيه. والأهم من كل هذا أن الشعب العراقي الآن يفتقد شخصية كارزمية يتوحد من أجلها، يعني جميع الموجودين الآن هم شبه الفساد تدور حولهم، والعمالة يعني تدور حولهم، سواء عميل إيراني ولا أمريكي. هذا الرجل لأنه ليس سياسي ولأنه تعامل في هذه المقابلة لم يبدو بتلك الكاريزمية، لكن مع ذلك الشعب يعني الشعب العراقي تفاعل معه لأنه لم يتلوث بما تلوث به السياسيين من عمالة. إيران مش راضي عنه فأقيل، هذا أهم اختصار. نعم هذا طيب. السبب الآن في عاجل على الهواء، السلطات العراقية تفرض حظرا للتجوال في محافظات جنوبية مع توسع الاحتجاجات، ماذا لو صدرت فتوى الآن من السيستاني تحرم هذه الاحتجاجات؟ طبعا هذا هو يعني الخوف الشديد على مستقبل هذه التظاهرات، أن يعني تظهر لنا فتوى سواء من المرجعية السيستاني أو الصدر أو اليعقوبي أو يعني جماعة عمار الحكيم بأن هذه التظاهرات لا تصب بخدمة العراق وليس بالصالح العام، لذلك فارجعوا إلى بيوتكم. هذا يفت بعض التظاهرات حقيقة، لكن على المتظاهرين أن يعلموا أن هذه المرجعيات قد خبروها ويعرفوا إلى أين أوصلت البلد. البلد الآن ما وصل له الحال بسبب فتاوى تلك المرجعيات، لذلك إذا ما صدرت فتوى بهذا المعنى يجب أن لا يصغي لها ولا يستمع إليها، ولا يصغي إلا لصوت الشعب العراقي، إلا لمرجعية العراق هي التي تنجينا وتوصلنا. ماذا عن فتوى السفير الأمريكي؟ الموقف الدولي تحديدا الموقف الأمريكي. الأمريكي صدر بيان من عندهم أبدأ قلق وأبدأ يعني تعاطفه مع الضحايا وتعازيه لهذه الضحايا، وهو موقف لافت حقيقة. معظم الحراك الذي حدث في الدول العربية لم يصدر موقف أمريكي إلا بعد أسبوع أو بعد أسابيع، لكن المستغرب أن الموقف الأمريكي صدر بنفس يوم التظاهرات، يعني كان هناك موقف في يوم البارحة واليوم موقف ثاني. هذا يدلل على أن الأمريكان مهتمين بالوضع، ربما يريدون استثماره لصالحهم. لكن أنا ما أقول يعني لماذا المجتمع الدولي يتفرج على ما يحدث في العراق؟ الآن الشعب العراقي يثور بجميعه، لماذا لا يتم مساندته من قبل الدول الأخرى بالذات الدول المجاورة؟ وأقولها بصراحة، أين السعودية؟ أين تركيا؟ أين الأردن؟ يعني هؤلاء الدول مستقبل العراق مهم بالنسبة ربما لهم. تدخل هذه الدول الآن سيضر بالحراك أستاذ نظيف، لكن هم يتدخلون بشكل سلبي. يعني السعودية كل يوم مسؤول ميليشياوي يزورها، يعني قبل أيام كان عادل عبد المهدي موجود في زيارتهم ومعه شلة كاملة من الميليشياويين والفاسدين يزورون السعودية. نفس الشيء تركيا، هناك زيارات متبادلة وعلاقة مع النظام، علاقة قوية. الآن الشعب العراقي يريد أن يتحرك. من مصلحة المكون السني أن يشارك في هذه التظاهرات؟ طبعا كما قال الدكتور يعني صباح الخزاعي، يعني المكون العربي السني تعرض إلى هجمة قوية، بحيث الآن في معظمه هو في مخيمات النزوح أو يعني يلعق جراحة يعني والضحايا، الآن هم في حالة توجس، في حالة خوف. لربما إذا اشتركوا في هذه التظاهرات بشكل كبير، طبعا يوجد سنة متظاهرين، لكن إذا اشتركوا بشكل كبير وفي محافظاتهم سوف تكون التهمة جاهزة، تهمة الانتماء إلى داعش وضربهم كما يعني حطموا مدنهم بالفترة السابقة. لذلك هم في حالة توجس وخوف. ولكن إذا استمر هذا الحراك ووصل إلى مرحلة
أنه لابد أن يكون للسنة موقف واضح، أنا يعني أهيب بهم أن ينضموا إلى باقي مكونات شعبنا العراقي، والثورة ضد هذا النظام هذا ضروري جدا بالنسبة للموقف السني، وهو يعني موقف تاريخي يجب أن يحسب بأنه كانوا مع شعبهم العراقي ضد هذا النظام الفاسد. نذهب لتغريدة وتعليق معك أستاذ نظير، الفقرة الأخيرة نختم بها معكم مشاهدين الكرام، ونأخذ التغريدة الأولى الآن وهي لمن؟ للرئيس العراقي برهم صالح، يقول فيها: التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للمواطنين، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن العام، أؤكدوا على ضبط النفس واحترام القانون، أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. هذا الموقف لم ينفرد به يعني برهم صالح، كل المسؤولين السياسيين أبدوا موقف مشابه، لكن أنا يعني أريد أن أعقب على خصوصيتك ككردي، يعني قائد كردي يتناغم أيضا مع موقف البرزاني. البرزاني كان موقفه من التظاهرات ليس موقف جيد، قال أنا مع المتظاهرين ولكن ضد التخريب الذي يحدث، وبإشارة أنه يصف المتظاهرين بأنهم مخربين. لذلك بالنسبة للموقف الكردي ليس من صالح أن ينهار هذا النظام، لأنهم الإصلاح وفرص العمل، الإصلاح وفرص العمل ممكن على يد هذه الحكومة وهذا النظام؟ مستحيل. التغريدة التالية، التغريدة التالية: رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أرفق هذه الصور وقال: استقبلنا عددا من الخريجين من حملة الشهادات العليا واستمعنا لمقترحاتهم ومطالبهم ووعدناهم بحلها في وقت قصير، ومن واجب الدولة أن تجد العمل لأبنائها وهو حق لهم، وليس لدينا نزع التسلط، ونستمع لشعبنا ونستجيب لمطالبه المشروعة ونحاوره. هذا جاءت بعد فض اعتصامات أصحاب الشهادات العليا بطريقة مهينة، هو يحاول أن يرشيهم بهذا العرض. طبعا لو ترى تفاصيل العرض يعني هزيلة ويفقد محتوى، هو يفرض 60% من التعيينات لخريجين الشهادات العليا أصحاب الشهادات العليا على المؤسسات التعليمية الخاصة، و40% على مدى خطط تعيين من سنة 2017 إلى 2019، يعني الأمر فاقد الأهمية. لكن أنا أريد يعني هو محاولة لسحب هؤلاء من الحراك والتظاهر. لماذا؟ لأن أصحاب الشهادات هم المخ، يعني حقيقة هم من يستطيعون أن يقودون الحراك، هم من يستطيعون أن يكونوا قيادة لهذا الحراك، والخوف منهم شديد، لذلك هو يحاول أن يرشيهم. نعم. يحاول أن يحيدهم. تغريدة التالية، تغريدة التالية: رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، بيكون شمتان يمكن سيد العبادي من عبد المهدي. على كل حال، ما هكذا تكافئ الدولة مقاتليها الذين دافعوا عن الوطن؟ بالتأكيد هناك سياقات لتغيير أو تدوير المواقع العسكرية والأمنية، ولكن يجب أن تكون على أساس المهنية وعدم التفريط بمن قدموا للشعب والوطن في الأيام الصعبة. هل وصل بيع المناصب للمؤسسة العسكرية والأمنية لا لبيع الوطن؟ غرد حيدر العبادي. حيدر العبادي هذا يتصيد بالماء العكر ويحاول يعني يبني له مستقبل لخلافة عادل عبد المهدي، وحال المالكي أيضا يحاول. أنا أقول يعني أنت عندما كنت رئيس وزراء لم يحدث مثل الذي حدث لعبد الوهاب السعدي. أقول لك شيئا، في عهده من جهاز مكافحة الإرهاب تم قتل 5 ضباط بطرق مختلفة ومشبوهة، حادث سيارة، غرق، يعني اغتيال من قادة الجهاز مكافحة الإرهاب. لماذا؟ لتحجيم هذا الجهاز الذي هو ليس له ولاء مطلق، يعني له ولاء ولكن ليس مطلقا لإيران. فأنت ليس أفضل من عادل عبد المهدي، ربما تكون أسوأ. شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي العراقي نظير الكندوري، كل الخير نتمناه للعراق، أهلا ومرحبا بك دائما في الاستديو التاسع، شكرا لك. حياكم الله. شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.